اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقاتنا اولى فقراتنا الحواريه في هذا الصباح. في اطار التوجهات الرئاسيه واطار اهتمام القياده السياسيه بالشباب وبالرياضه، هناك تم اطلاق مبادره خليك رياضي. المبادره تهدف الى حث الشباب على ممارسة الرياضة ليس في الأندية وليس في الأماكن المخصصة لها، ولكن في أماكن أخرى، أماكن جديدة، هي في الساحات العامة أو في الشواطئ أو في الشوارع، وأماكن سيتم تخصيصها خصيصا للشباب لممارسة الرياضة بهدف الارتقاء البدني بالشباب. المبادرة دي تم تخصيصها في ثلاث محافظات، هي القاهرة والأسكندرية وأسوان، لممارسة الشباب الرياضة. وبالفعل هناك مجموعة كبيرة من الشباب بدأ الإقبال على تلك المبادرة، وفي المستقبل بإذن الله وخلال الفترة المقبلة سيتم يعني تعميم تلك المبادرة في جميع أنحاء وجميع محافظات الجمهورية. إيه هي أهداف المبادرة دي وماذا تعني تلك المبادرة، والشباب بيعمل إيه علشان يلتحق بالمبادرة والأماكن المخصصة ليها؟ ده اللي هنعرفه في هذه الفقرة. معانا الأستاذ أو الكابتن إسلام فؤاد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة ستريت وورك أوت وبطل العالم السابق في الكيك بوكس. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، شرفنا منورنا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. بعد الفاصل ان شاء الله حديثنا مع الكابتن اسلام، يكلمنا عن هذه الرياضه والهدف منها وكيف يتم التحاق الشباب بتلك الرياضه بعد هذا الفاصل المعلوماتي. أهلا بحضراتكم من جديد، أولى فقرتنا عن الكيك بوكس والكابتن إسلام فؤاد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة ستريت وورك أوت وبطل العالم السابق في الكيك بوكس. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك، أهلا وسهلا. كلمنا عن المبادرة خليك رياضي. خليك رياضي حكت بتهدف لإني أمحو حاجة اسمها الأمية الرياضية. كلامنا دائم كان على المحو الأمية من حيث الكتابة والقراءة، ولكن الحقيقة احنا في بلد فيها أمية رياضية شديدة جدا. الرياضة كانت قصيرة على بعض الأبطال وبعض الناس اللي بتمارس رياضات معينة للبطولة، إنما الرياضة في الأجندة اليومية بتاعتك مش موجودة. إزاي تبقى شخص طبيعي سوي بإنك تؤدي رياضات تأهيلية للجسم تخليك قادر إنك تعيش بشكل صحيح. الكلام ده مهم جدا جدا، وبناء الإنسان هو بناء المجتمع. صح. بناء طبيعي في أجندته اليومية مجهود بدني زي أكله وشربه، دي مسألة مهمة جدا جدا كانت غايبة عن الناس الحقيقة. القيادة السياسية لما ابتدت بشكل غير مباشر عن طريق ركوب سيادة الرئيس العجلة في الشارع مثلا، فبدي إشارة إن احنا لازم نتحرك، نتمرن، نعمل مجهود بدني في الشارع وأسأوي ببساطة شديدة، يعني من غير تعقيدات. مسألة مش محتاجة جيم، مسألة مش محتاجة اشتراك في نادي، مسألة بسيطة قوي. عاوز أمشي فترة بشكل يومي، عاوز أعمل أركب عجلة ووفر شوية وأعمل ترشيد لاستهلاك عربيتي وأبتدي أعمل أشغل عضلاتي الجسمانية، عاوز أعمل حاجة تناقض السيدنتري لايف، حياة القعدة الثبات. الدراسات بتقول إنك أنت كل ساعة بدون حركة محتاجة قصادها 7 أو 8 دقايق حركة عشان أعوض هذا الكلام. فإذا أنا ما بنيتش إنسان صحيح في الأول مش هعرف أبني مجتمع كويس. يعني في قصة افتراضية قديمة كده عجبتني جدا جدا، وهي اختصرت الحكاية والحدوتة ديت، إن ورقة جورنال مرسوم فيها خريطة العالم،
فالولد الطفل قاعد قدام ابوه بيحاول يجمع الخريطه ويظبط العالم ده، ولكن مش عارف، اخذت وقت منه، فابوه لاحظ انه في ورا صوره شخص، فقال له اقلب كده واظبط صوره الشخص، فلما ظبطها قلب بقت الخريطه وبقى العالم. فاعداد الانسان هي دي اهم حاجه في الدنيا، هي دي بدايه بناء مجتمع، يبتدي ببناء انسان وتاهيله تاهيل صحيح. عايزين نتكلم مع حضرتك عن الرياضه، رياضه ستريت ورك اوت معناها ايه وايه الهدف منها والاشتراك فيها بيكون ازاي؟ طيب اولا وصلا باللي قلته ان دي ستريت هي حاجه في الشارع، ورك اوت معروف ان بلعب اي رياضه يعني اسمها ورك اوت، ولكن المساله عاوزين نخرجها من الجيم ومن النادي والاندور مش هدخلها للناس في الشارع. حاجة جديدة مش معروفة لدى الشباب. مش معروفة وابتدت بره في أوروبا وسبقونا بيها، أنهم حطوا أجهزة بسيطة جدا وبارات كده شكلها بسيط، يبتدي اللاعب فيها يستخدم هيز بادي ويت، وزنه جسمه الطبيعي، وبحركات أكروباتية اللي فيها تشغل عضلات جسمه وتقوي عضلات جسمه بوزن جسمه الطبيعي، وفي نفس الوقت تشغل الشخص ودي مهمة جدا. يعني أنا بص يا أستاذ، حلو إن أنا أقول مثلا أنت أقوى من المخدرات، إنما ده نصيحة باردة، أنا عاوز أوجد البديل وأشغل فراغ هذا الشخص، الفراغ الفكري والوقتي، فأأهله تأهيل صحيح، فأوجد له بدائل، والبدائل دي هتصحح هتعمل لي هتوصل لي الهدف اللي أنا عاوزه. فده كان دي فكرة بيفت وفكرة ستريت ورك أوت، رياضات في الشارع عملوها في الميادين العامة، قربوها للشباب، ابتدوا يلعبوا وشكلها شكل الجمباز الحر. وابتدت الفكره وابتدى في اتحاد عالمي ليها، والحمد لله اتحادنا بقى اتحاد اول اتحاد في الوطن العربي، وان شاء الله بقى اتحاد افريقي باذن الله قريب باذن الله. كابتن اسلام شاف الاقبال ازاي من الشباب فيها؟ كتير في البداية. جدا جدا جدا، دلوقتي في وقت بسيط جدا وصل ل 7-8 آلاف متابع. الاتحاد مجرد ان اعلن واشهر دخل معانا، وصلنا دايما بنخش على الألف اهو في تسجيل عضويه الاتحاد. عملنا اربع بطولات جمهوريه اخرها من شهر، اقبال شديد جدا، الشباب مهتم قوي قوي، المساله سهله قوي اصلا، مش محتاجه تكلفه، مش محتاجه تكلفه ولا جهد مالي. انا لو شاب وعايز امارس الرياضه دي، هل لازم اجي لكم الاتحاد ولا اروح الاماكن المخصصه واسجل فيها، ولا ايه الاليه؟ قالي انه احنا بالاول دلوقتي بنحاول نعمل بننشر اللعبه من خلال الاماكن العامه ومراكز الشباب عشان نقرب قوي من الشباب. هو طبعا عشان يلعب محتاج انه يفهم يؤدي الحركات والمهارات دي ازاي. اي مركز شباب جنبه يخش يتقابل مع اي ترينر هناك هيبتدي يديله، بيكون في مدرب تبعكم. بالظبط، يبقى في هتاخد شكل منظم جدا، وابتدينا بالفعل نعمل الشبكه ديت يعني. ولقيت انه في اقبال وفي انتشار للعبه. اقبال بس لان كمان اقبال لممارسي رياضات اخرى. لان دي بتديك بتاهلك انك انت تجود مستواك في رياضتك انت. حتى ايا كان هو، حتى لو لعب كوره. انما عشان يلعب على البار او المونكي بارز او البار ووريرز اللي بيسموها، وابتدي يتحرك بهيز بادي ويتس بوزن جسمه من غير اي هاي امباكت. الكلام ده بيقوي عضلاته ويزيده الخفه واللياقه، يعني بتؤهله فيما بعد حتى لاداء رياضته بشكل جيد جدا، مش بس انها يبقى بطل فيها هو لو مش حاوز يتخصص فيها، انما كلاعب حضرتك لو بتلعب اي رياضه وعاوز تؤهل نفسك بدنيا كمان ممكن تلعب ورك اوت، ستريت ورك اوت. ليها سن معين ولا ممكن ادخلها في اي سن؟ اي سن، اي سن تبتدي مثلا من سن، يعني انا في حكم من الحكام اللي احنا جبناه في اخر بطوله جمهوريه كان الماني، ابتدى وعنده 21 سنه وهو سوبر، مستوى راقي جدا جدا، وبدايته كان 21 سنه. لا انا بتكلم بعد سن ال 30 ممكن شباب تشتغل، 30 و40 و50 وعندنا ممكن حد كان 60 سنه وكنا ادينا له جائزه تقديريه لادائه الرائع، 60 سنه بيلعب ستريت ورك اوت. لا ملهاش سن محدد. ليه القاهرة واسكندرية وأسوان؟ محطات رئيسية مبدئيا. بعد كده هتبقى الريبل افكت، يعني الطوبة هتترمي في مية وهتتسع الدايرة. دي الـ الأماكن الرئيسية والمحافظات الرئيسية، وبعد كده منها هنوصل لكل أماكن مصر إن شاء الله وكل الشباب بإذن الله.
ايه يعني انتوا كل اتحاد او كل قائمين على لعبه بيكون ليهم هدف اسمى وهدف رئيسي، ايه هو الهدف اللي انتوا عايزين تحققوه؟ هل انتشار اللعبه ولا انتوا تخرجوا قاعده شعبيه من الشباب بيمارسوا الرياضه دي، ولا ايه الهدف الابرز من ممارسه الرياضه دي؟ انا هقول لك حكايه مهمه جدا صدق. يعني هي جت تواكبت مع القصه دي. في كيان اسمه كوسكواد انشأوا احد العباقره الحقيقه والسيد اسلام قرطام، وكان فكرته انه يحاول يسلط الاضواء على شباب بتلعب رياضات على ما لهاش علاقه بكره القدم، محرومين ومظلومين على فكره من الـ من الـ من الـ الدعم المعلوماتي والمادي وخلافه. فكان الكيان ده بيتبنى اي رياضي عاوز يعمل حاجة فمش قادر، إمكانياته وجهده مش مساعده، فلمح في حتة اسمها الحوام دي، ودي قصة حقيقة تتقال قوي قوي ونتعلم منها كتير. يعني مجموعة شباب كانوا نظفوا خرابة جنب البيت كده وحطوا فيها بارات وابتدوا يلعبوا عليها الستريت ورك أوت عن طريق النت، تابعوا اللعبة دي عالميا. هي خدوا الفكره وخدوا استعداد الشباب ده وقام ابتدى يستدعيهم وعمل لهم مكان وساحه خاصه بيهم يتمرنوا، ولقاهم جاهزين جدا ومستعدين نفسيا يعملوا، شيلوا على عاتقهم اتحاد. فقرر ياسس اتحاد ستريت ورك اوت عشان ياخد قاعده عريضه من الشباب لهذه الرياضه، وابتدى بالفعل والحمد لله جابت نتائج رائعه رائعه. عايز اسال حضرتك عن الاماكن بقى اللي انتوا حددتوها، يعني انا لو ساكن في القاهره او في اسكندريه او في اسوان وعايز اروح بقى، ايه الاماكن بقى اللي خصصتوها؟ بطمنك الاول ان دي اماكن مبدئيه. يعني واحنا لسه هتنتشر بكل ما هتنتشر في كل مكان، هتوصلك لبيتك ستريت ورك اوت، لاي اقرب مكان ليك هتلاقيها في اي حديقه او في اي الاول احنا بنبتدي بالحدائق العامه المعروفه، واحده ناحيه عند جنينه الاوبرا جنب متحف مختار محمود مختار، وتقريبا فتبقى في جنينه الازهر او الحديقه الدوليه. وبعد كده ده غير الاسكندريه والاماكن الرائعه اللي حددها المحافظ، حاجات مواقع هايله هايله طبعا. في تعاون من المحافظين بكل تاكيد، يعني الحقيقه اذهلنا محافظ اسكندريه بانه ساعدنا جدا بانه تخصيص اماكن متشافه قوي والناس كلها شايفاها على البحر وعلى الطريق الكورنيش عشان نعرف الناس بالرياضه ونأهلهم ونمحو اميه الرياضه اللي احنا اتفقنا عليها. بس انا عاوز اقول مثال كده صغير زي ما انا كنت بقوله مهم جدا وبنينا عليه القصه كلها. لو حضرتك جبت مج كده فاضي، انا لو سالتك ان المج ده وعملت كده فاضي، هو فاضي؟ هتقولي فاضي. فاضي طبعا. هو مش فاضي، هو مليان هواء. هواء بمفرداته، هواء بمعايف مفرداته، يعني ايه؟ بكل فساد الهواء. انا مش من منطقي انا عشان افضي الهواء ده الطبيعي ان انا املا هذا المج ببديل فيطرد الهواء. فاحنا بنحاول نحط البديل عشان نطرد الهواء، نملى فراغ الشباب الوقتي والجهدي والذهني ونخرج منه طاقات تعمل حاجه صالحه، بدل ما غيرنا يستخدمه ويخرج منه طاقات هدامه. صحيح. بدل ما يلبس حزام ينسب، يلبس حزام يرفع باسم بلده في محافل دوليه، حزام بطوله، يرفع ميداليه في ايده بدل ما يرفع سلاح. طب احنا خلينا معانا تليفون من الاستاذ عمرو كمال الناقد الرياضي بجريده اخبار اليوم. استاذ عمرو مساء الخير. استاذ محمد صباح الخير على حضرتك ومشاهدينك الكرام وعلى ضيف حضرتك الكريم. كابتن اسلام فؤاد عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لرياضه ستريت ورك اوت وبطل العالم السابق في الكيك بوكس. طبعا مشرف ومنور يا فندم. كنا بنتكلم مع الكابتن اسلام بنكلمه عن الرياضه، مبادره خليك رياضي وممارسه الرياضه في الاماكن العامه والمفتوحه. عايز اسال حضرتك وانت قريب من الشباب وقريب من اللاعبين وقريب من الرياضيين، بتخيلك مدى اقبال الرياضيين على تلك المبادره؟ شوف حضرتك، هو اقبال الناس على هذه المبادره اقبال، يعني مش هقدر اقول لك اقبال جيد بشكل كبير، ولكنه اقبال محتاج له عوامل تحفيزيه ايضا، زي ما تكون في معادله كيميائيه بتحتاج عامل نشط لنشط هذه الامر
بالتأكيد الرياضة طبعا مهمة ومبادرة رائعة للغاية، ومبادرة هتحل لك أمور كتير، مش أمور بنتكلم فيها في الإعلام وبس، مبادرة بتحل لك تكاليف كتير جدا على العلاج سواء للأسرة أو الدولة. مبادرة بتحل لك أمور كتير جدا، زي ما الكابتن إسلام بيقول إن ابنك بدل ما، أو الشخص نفسه بالنسبة لنفسه بدل ما يسيب عقله خارب يكون بيهتم بحاجة، بيهتم بصحته، بيهتم بعقله، بالتأكيد بتعود بأشياء إيجابية كتير. مش هنقول لك تعالى نشوف بره، فعلا كل ما بتشوف بره في فيلم تسجيلي أو في فيلم سينمائي بتجد إن في مساحات الناس بتتدرب فيها، بتجري مساحات لممارسة مثلا الدراجات. أنا عايز أقول لحضرتك إن وزارة الشباب بالمبادرة دي جيدة، ولكن خلينا أكلمك بصراحة، المبادرة دي لم تتواجد إلا بعد ما السيد رئيس الجمهورية وأبنائه بيركب العجل وبينزل بالشباب. الحمد لله كانت مبادرة موجودة من شباب قبل كده وبيتواجدوا أيام الجمعة والسبت وبيلفوا، بنلاقيهم في كل مناحي مصر بيعملوا ده، ولكن عايزين عوامل تحفيزية، عايزين عوامل، يعني إحنا في وقت من الأوقات بنحتاج الإرغام حتى على ممارسة الرياضة. أظن إن السيد رئيس الجمهورية طالب بإن الرياضة والتربية البدنية تكون من ضمن المواد الدراسية. أنا محتاج إن أنا أشوف ده على أرض الواقع. صحيح. محتاج ده أشوفه من وزارة التربية والتعليم أكثر سرعة، ومحتاج أشوفه من وزارة التربية والتعليم العالي. محتاج إن أنا أرغم الشاب حتى لو لم يكن مثقف بإن عارف أهمية الرياضة، أرغمه بإن أنا أخلي إن كان عندنا في الجيش زي ما احنا بنقضي ايام الجيش بتاعنا، بتلعب ضغط، بتلعب بطن، بتلعب العاب بدنيه. انت لازم ان انت يكون، لو جيت معايا في بدايه دراستك في السنه الدراسيه، ان انت تيجي في نهايه السنه تعمل لي 50 ضغط، 40 بطن وما شابه. استاذ عمرو، عايز اسال حضرتك، يعني احد اطراف واقوى واهم انتشار تلك اللعبه هو الاعلام الرياضي. انت في الحقل الرياضي وفي حقل الاعلام الرياضي، كيف تساهم بقلمك في انتشار تلك الرياضه المهمه لدى الشباب؟ لازم نعمل تحفيز، لازم نعمل احنا دلوقتي بنشوف البرامج الغنائيه، بتلاقي فيه برامج يقول لك تعالى غني، تعالى الولد عايز يغني، ده لازم تعمل تحفيزات بان انت بتشجع الشباب، تعمل تحفيز بان انت شاب مثلا تحت مرحله، او طالب تحت مرحله 10 15 سنه يعمل له التمارين البدنيه دي، يبقى في اتحاد زي بعضو مجلس ادارته الاستاذ اسلام، يبقى في تحفيز ان انت بنعمل مسابقات ليه، بتعمل يعني مش لازم نواحي ماليه، ولكن المسابقات والتنافس بين الشباب وبعضه شيء ايجابي جدا جدا. لازم اولياء الامور نفسهم، صحيح، اولياء الامور لازم يمارسوا الرياضه رغما عن انفهم، ويبقى مرتبط بابنه اللي في المدرسه، يعني التربيه والتعليم، يبقى ابنك مثلا في سته ابتدائي بيعمل رياضه، انت بتعمل معاه رياضه، امه بتعمل معاه رياضه، يجوا في اخر السنه يختبروا في الرياضات دي. هتقول لي ازاي هم فاضيين؟ لو مش فاضيين يبقى مش هننتج، لو مش فاضيين يبقى مش هننتج. صحيح، ودي اهم فعلا استاذ عمرو، ونوصيك خيرا بتلك الرياضه وان تكتب عنها كي تنتشر في قطاعات الشباب وفي كل ربوع مصر. الاستاذ عمرو كمال الناقد الرياضي الكبير، شكرا جزيلا لحضرتك. كابتن اسلام اتفضل. عاوز بس اسجل شكري انا نيابه عن نفسي وعن كل فرد من افراد الاتحاد ستيت الورك اوت، على رأسهم السيد إسلام قرطام رئيس الاتحاد، لسيادة معالي الوزير أشرف صبحي الحقيقة، لأنه اهتمامه كان عالي وسعيدنا جدا جدا لإشهار الاتحاد وإزالة أي عقبات الحقيقة، ثم إعجاب وتقدير لفكرة خليك رياض، لأنه خارج الصندوق تماما. صحيح تماما. كابتن إسلام، الكيك بوكس حضرتك ليك قصة شهيرة قلت لي عايز تقولها في الكيك بوكس. فاندام النجم الكبير. لا عاوز اقول بس انا حي، لان هم الناس فاكريني توفاني الله، ودي كان اثر حتى طارق علام قابلني من فتره فقال لي كلنا افتكرنا ان انت مت، لان كان في قضيه قديمه ان اعلان تحدي لفاندام لما اطلقوا عليه فاندام العرب يعني. وكان ده تبقى مقابله في الهرم برضو، وبعد كده وحصل مفاوضات وكلام كبير، او انتهت بهدوء من غير ما حد يعرف تفاصيلها يعني. ف
فانتشرت بقى شائعات بقى صحيح. ان انا مت وكسرت وظهري اتكسر وحاجه كده ورحت 60 سلامه. فبس اقول الناس انا حي، انا حي ارزق. بعد ان شاء الله بعد الحلقه نروح اقابل حضرتك في الهرم انا ارجوك ونلعب كيك بوكس ان شاء الله. كابتن اسلام فؤاد عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لرياضه ستريت ورك اوت وبطل العالم السابق في الكيك بوكس، شكرا لحضرتك. شكرا كابتن اسلام. مشاهدينا الكرام، دي كانت اولى فقرتنا الحواريه في هذا الصباح، ان شاء الله بعد الفاصل مستمرون مع حضرتكم.